كذا يعني مزاج الوضع، ماني براضي عليكم جميع. يوم اشتد المعركة رحتوا خليتوني؟ أهذا يعقل؟ يعني سو أنت خص أنت إيه أنت أنا ماني بجاسم معك. دقيقة أنا بجيك، لا تتحرك بجيك. وش اللي خلاك ما تجي؟ علمني. لا ما هو بصحيح. جاسم معك ومتكلم مواضيع ومخلص أمورك ومدربك لهذا اليوم، آخر شيء تروح تخليني كذا يعني؟ وأنت تحسبين نسيتك؟ تحسبين نسيتك؟ تسوي بريء ساكت لحالك؟ أنت السبة، أنت السبة. جايك حيلان بيض الله وجهه يقول يوو خل نروح السيف نفسه، آخر شيء تقول لا يا ولد أبرقد. كذا جازؤوني أنتم؟ هذه نهايتها معكم؟ طلعت ودافع عنكم لوحدي، آخر شيء كذا تسوون؟ لا ما أبي أعذار. أنا ما أحتاج منكم أعذار. سؤال أنا بسألكم سؤال. قصرت معكم شيء؟ قد طالبتكم؟ قد حصل مني غلط؟ ليه؟ أبي أعرف ليه؟ وش اللي صار؟ وش الأعذار اللي صايرة؟ كذا يعني الوضع مزاجية؟ لا ماني براضي. لا حد يكلمني، أنا ماني براضي عليكم. لا ما أبي أسمع منكم. لا أكثر تعذر أكثر. طيب حلو، يعني تغلوني تحبوني؟ لا أمانة، يعني إذا دخل ساير دفعون عني؟ أنا داري، أنا ما جمعتكم إلا درينكم كفو. صدق يعني مهما قال شيء ترى ضخم، أنا قائدكم وتعبت ما قدرت. كفو والله كفو، يعني مرة أحتزم بكم. حي والله ذا العين المحازن. طيب ودي أسمعكم قصيدة، أدري تحبون القصيدة، شو رأيكم؟ صفقوا ها؟ قلت القصيدة صفقوا. أنت أعطه وجهه حق التصميم اللي كذا حزين على أنك مندمج بالقصيدة، ترى أعتمد عليك أنت الوحيد. أنا جايبك عشان ذي التصاميم فقط، أنا ما أبي منك شيء، ما أبيك تدافع عني، أنت حق تصميم. دقيقة خليك جنبي حق تصميم. ايوه استاه صفقوا له، شاطري. يقول عليه من بد المخاليق مشروه، يا راعي المرسول لا رحت قله، قطع الوصل بالحب منهي ومكروه، شلون يرضاها وانا امشي رضا له. صفقوا. هذا الحين يبي همتكم بشجاعتكم. طيب انا بسمع من كل واحد منكم، بسمع من واحد. ترى اللي يزعلني بعطيه، لا تحسبوني امزح، لا تحسبوني عشاني شخص ونيس اضحك معكم استانس معكم اني بصير متسامح. لا والف لا البيت لا صح. هيبه قوه. لا هذاك لا. اوكي طيب وش عذرك؟ دقيقه لا تتكلم اللي اقول لك. ناس ما تستحي. دقيقه وين ورقتي وقلمي؟ وين ورقتي وقلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتحرك خليك مكانك. اي شاطر، هذا قلم الشيخ عشان تحسبون الموضوع بسيط. لا ما هو بسيط، يمكن سبونج بوب. لا اوكي.
ادري شيخكم سخيف. اوكي طيب بسم الله. ايش عذرك؟ ايه كذا الموضوع. طيب نطيحش عذره شميل، نعرف انه جملنا دائما. تكلم دولاب، اهم شيء لا دخل علينا ساير. بقوتكم، بهيبتكم، نبي شجاعتكم، نبي تكفون، نبيكم. صح صح روح امسك صح يروح. تحركوا. تكلم مع من انت؟ لا 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 ها تكلم مع من؟ ما تكلم مع من انت؟ شو تسوي اليوم يا اخي؟ امسح لاقه واليوم مويه. شو وضعك انت؟ ها شو وضعك؟ الوضع مزري يوسف لو يرتال. ولا عشان تركينك لحالك؟ ها تركينك لحالك شباب دايما مشكون، لكن اليوم كذا اللي يضرب مخه على طول. خميضة هذه وش بيحط لي؟ يعني انت ليش لاعبين بالكرسي؟ ليش لاعبين بالطاولات؟ نطيحش. ها نطيحش. من نطيحش؟ ما هو بنا نطيحش. القوارير هذه سميتها؟ لو سمحت. لو سمحت هذا لها اسامي. من اللي لو سمحت؟ لو سمحت انا لو سمحت هذا جنودي الخاصين لهم اسامي. ايه طيب رجع ريوس انت جنودك. لم جنودك هذه رجعها من على الطاوله. حط هذه مكانها. وين اخذت ذي؟ ها الصفره ذي منين اخذتها؟ قلمي. هذا كل هذا قلم؟ اي. طيب رجعه للمحبره حقته. ايه وين منين اخذته؟ اطير. جربت العصا؟ لا 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 خلاص خلاص خلاص. ها خلاص خلاص خلاص. جربت العصا؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب ما بتحطه؟ نعم. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هذا طيب عدلها زين. ما هو مكانه هذا صح؟ ما هو مكانه. ما هو مكانه صح؟ مكانه. لا 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 هنا. لا هنا ما 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 لا لا هذا مكانه. هذا مكانه. هذا قاعد باع صفرة. ما تشوف الصفرة أنت؟ الصفرة بك عم ألوان أنت؟ لا يسار 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 يسار. إيه اي 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 هيلي هول انجن الولد رسمي رسمي ابراهيم الحسين. نبغى اسعاف للشيخ تنقلونه المستشفى يمكن يتعالج. الوضع عنده مجري. رجع القرير رجع القرير بسرعه 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 بسرعه. اركض اركض. جوال رجع القوارير. خلى الجوال بسرعة. طيح اسم سميهم هذول. يلا بساع بساع. والله ما خليك والله ما خليك. وعدنا بكرة اجتماع الساعة 12 متى؟ اجتماع خاص. بقى الكراسي رجع. لا هذا استغنيت عنهم. رجع الكراسي خالي. السيف حقك هذا وين حط؟ وينه السيف حقك وين؟ ها؟ هذا الجيب بس وين السيف؟ ما في قوتي ما تقدر تشوف. طيب رجع 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 الله يسلمك. رجع الثاني الفاين هذا ليش طايح؟ هذا ورقتي. اي رفعها فوق. ورقتك كل هذا فاين. رجع حقتي. خذ القوارير المويه هاي الثنتين. يلا 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 على على غرفتك. نم عشان وراك قوم هالمغرب. يلا يلا بساع. نادي الشباب قل لا احد يتاخر على المطبخ. كلها من قواريره. انا بارس بالقوارير. بسم الله. حياك الله مشاهدنا العزيز اينما كنت في حلقه جديده مع سكريبت اللي الله يزينه معهم. نفسيتي بتضرب انا منهم. لازم نشوف حل. الدعوه هذه بارح لاقه اليوم يسولف مع قوارير. بكره شو يسوي؟ بكره الظاهر انه يغسل المكان. الظاهر والله اعلم. هالولد هذا مخيف. بس لازم تاخذون الحيط الاحتياط والحذر منه. طيب
أول حاجة أخويانا في